صار مشان شبرو؟ والله ما بعرف، بس انا رنيت له علمت له مرتين ما رجع دق لي، ما بعرف شو صاير معه. هلا بنروح لعنده اذا بدك. طيب ليش ما قال له لتميم؟ ما بده، ما بده. لك ليه ما بده؟ ما بعرف، لا تسالني. اخي انا اليوم بيكون صار لي حساب كثير كبير مع تميم. باخذه وبعطيه. سكوت سكوت، احسن ما بيقفى ايدي يا زلمه. هي وراثه ولا مرض الجدبه تبعك؟ مبلغ كبير، مبلغ كبير، يعني شيء 10-15 ألف ليره. هلا اذا بتروح عائلتي بتبسط بعائلتك وبنبيعهم مشايله، ما بنجيب 10,000 ليره. مرحبا شباب. اهلين تميم، اهلين. تعال عود. شلونكم؟ مناح، انت كيفك؟ هلا بصير، هلا كنا بصيرتك خير. اكيد عم تنموا علي. هلا بدكم تحكوا لي شو حكيتوا. لا عم ننم عليه، شو عم ننم؟ لا بالعكس، شو عم ننم؟ لا بالعكس. هاي ما في بالعاده. ايش تشرب شاي؟ صب لك شاي. لحظه. ايه حطه. دقيقه. مانعك الدكتور؟ لا مانعني الدكتور، دقيقه شوي. شو بقى؟ هلا بدك شاي. شو عم تعمل؟ عم صوره مش عم حط. عليه مفر، روح حط المكره جوا، حطه عند الطحش. ايه جايك. عرفته لعبة مفر. وين صورته؟ هي بدي حطها ذكرى. هلا هي صورة الكاسة عندي. لك انه قيس عمل بريق شاي عنده بالمحل وشربنا. صبوا شاي. ليك انت بين بالصورة. هلا صب شاي. طيب بالله. تشرب من وراي؟ وينه جبرو؟ جبرو عنده شغله صغيره هلا بيجي. دقوله انه يرجع السريع. لك عم اقول لك عنده شغله صغيره هلا بيجي. اتركه. قول له معك وحدات؟ ايه معي وحدات. مرحبا تنير. اهلين معلم تميم. عندك بوليس ولا؟ ايه عندي ليكون. اطلع من لوش للسياره. اطلع يلا امرك. لا شو يعمل لوش؟ ما يعمل لوش. شو يعمل لوش؟ انت صاحبنا، ما بنحب نضرك ولا نغشك. البوليس اللي عندنا خشن كثير، بيجرح لك البويه تبع السياره. البويه تبع السياره وكالي وكالي. يا ناعم انت، خلص يعمل لوش مسحه. طيب مسحه. ايه تر ايه، وتلاق لك سطلين ثلاثه مي عليها. شو تلاق لي ثلاثه مي؟ خلص شمم الخرقه مي وطلع. انضف عشان ما تتغبر على الطريق، ما تمشي السياره. هيا قيسو. صحه.